أصدقائي المشاهدين والمستمعين، بنحييكم عبر إذاعة صوت لبنان بحلقة جديدة من برنامج نقطة على السطر. رح نضوي فيها اليوم على القطاع الاقتصادي والمالي، لأنه هو الأساس عن مرحلة ما بعد الحرب اللي مش عارفين أي متى بدها تخلص، عن الهيئات الاقتصادية اللي عم بتقول صرنا بوضع كارثي، وهل سينهار لبنان؟ ماذا لو طالت الحرب؟ شو صار باجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالاجتماعات السنوية؟ هل يمول صندوق النقد الدولي البلدان اللي مصنفة على اللائحة الرمادية؟ وين صار الاتفاق مع صندوق النقد؟ شو عم تعد الحكومة من خطط لحتى يصمد هالاقتصاد؟ كل هالعناوين مع ضيفنا النائب فريد البستاني، رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة اللبنانية، الدكتور نيكولا شيخاني، الخبير المالي والاقتصادي. أما البداية فرح تكون من الحرب اللي أرخت بظلالها على كل القطاعات، يعني اليوم وما استثنت ولا قطاع. ماذا عن قطاع اللحوم عدا اللي عم بيصير في فلتين؟ نحن يعني سبق ببرنامج نقطة على السطر أشرنا إلى الفلتين الحاصل باللحمة، وكيف هلأ يعني بظل الرقابة كتير خجولة. خلينا نستقبل ضيفنا اليوم أمين سر نقابة القصابين ومستوردي وتجار المواشي الحية، ماجد عيد، أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. صباح الخير لك مدام نوال ولجميع المستمعين الكرام. اليوم يعني قطاع اللحوم، شو تداعيات الحرب على هالقطاع، وخصوصا يعني اليوم المسالخ وين موجودة، بأي مناطق، كيف عم بتغذي يعني السوبر ماركت ومحلات اللحوم، شو عم بيصير بهالإطار؟ نعم، نحن أول شيء المشكلة الأساسية اللي نحن واجهناها كمستوردين وكمربين اللي هي كل المزارع اللي بالجنوب والبقاع اللي هي سكرت، واللي تحملوا أصحابها خسائر كتير كبيرة لنقل الأبقار الموجودة عندهم بالمزارع للمناطق الآمنة أو بيعها بخسارة. وبالتالي هذه أول مشكلة عانيناها نحن بهذا القطاع. نعم. ثم واجهتنا مشكلة أخرى، واللي هي نحن بنعرف أنه ببيروت المسالخ الأساسية اللي بتعتمد عليها بيروت وضواحيها هي مسلخين، مسلخ الشويفات ومسلخ الفنار. نعم. مسلخ الفنار، طبعا مسالخ الفنار لازالت تعمل، اما مسالخ الشويفات فصار في عنا نقص فيها حوالي 80% من العمل تاعه، وبالتالي صار في عنا مشكلة، الضغط كله عم يروح على الفنار. نحن بعدة مطارح ناشدنا سعادة المحافظ بيروت ومعالي وزير الداخلية يقوموا بفتح مسلخ بيروت اللي هو بالكارانتينا لا تقوم العالم بالذبح هناك على حسابها الشخصي، يعني ما طالبين من الدولة أي عملية تأهيل للمسلخ. كل ما حدا بده يذبح هناك بيقوم بإعادة تأهيل شخصية بالمرحلة الحالية، يعني هي مرحلة انتقالية إذا بدك. نعم. حتى تقدر تتأمن بيروت وضواحيها باللحم، ولكن لحد هذه اللحظة ما في تجاوب من الدولة لفتح هذا المسلخ. طب يعني اليوم بيقدر ينفتح؟ هل هو مجهز حتى نفتح مسلخ بيروت؟ شو جوابكم المحافظ؟ شو ما في جواب؟ ما في جواب مدينة بيروت، شو جوابكم وزير الداخلية؟ ما في جواب، نحن بعتنا أكثر من مرسال ما في جواب بهذا الموضوع. ومسلخ بيروت مسلخ مجهز بده صيانة جزئية، ما طالبين من الدولة تعملها، كل حدا بده يشتغل هناك بيتحمل هذا المسؤولية. طب أساسا ليش ما كان فاتح المسلخ؟ يعني ليش هذه خلافات سياسية، كان في مشكلة بخلافات سياسية أدت لوقتها لتسكير مسلخ بيروت، وعلى أساس عم يعملوا مسلخ رديف لأله حديث. طبعا كانوا عم يعملوا وعم بيحضروا لمسلخ، طبعا مسلخ وسوق الخضرة والفواكه وبعيد عن المحلات حتى ما تتأذى الروائح، وكمان توقف هذا المشروع فجأة. نعم. وبالتالي بطل في بديل، العالم كانت عم تذبح بالفنار وبالشويفات بمسالخها الخاصة. هلأ صارت مشكلة الشويفات، بتعرف الضرب اللي عم بيصير، هربوا كل العمال خصوصا العمال الأجانب، هربوا كل العمال من المزارع والمسالخ، وبالتالي صار في استحالة للذبح بمنطقة الشويفات، ولو انه هلأ عم يصير في ذبح بس كتير خجول. يعني هلأ مثلا منلاقي في لحمة بالسوبر ماركت، منلاقي في لحمة عند اللحامين، شو عم بيصير؟ يعني السوق مكتفي ام في نقص باللحمة؟ لا، هلا نحن اليوم في عنا حوالي، اذا بدنا نحكي باللحم، عنا حوالي 7200 راس بقر بلبنان.
موزعين بين 1200 راس أوروبي و 6000 راس برازيلي، وفي على الطريق جيش 8000 راس برازيلي، 7000 راس برازيلي وحوالي 1000 راس أوروبي. هدول بكفونا إذا بدنا نحكي بترشيد للاستهلاك مع الكمية اللي جاي. يعني هلأ نحن لتجي الكمية بدها حوالي جمعتين، بكفونا حوالي 4 أشهر هذه الكمية اللي موجودة. وماذا بعد الأربع أشهر وما حدا عارف يعني مصير هالحرب؟ هو المشكلة بالاستيراد اليوم. نعم. اللي عم يستورد عنده باخرة عم يستورد فيها البقر، بخاف هو واصل انه يسكر البور، هذا البقر بده يروح للتلف اللي موجود على الباخرة كله، وإضافة إلى الباخرة يعني حتى الباخرة حتنحجز ببور بيروت ما حدا بده ترجع تطلع، وبالتالي بس لقوا لآلية. يعني كنا عم نحكي عن شاحنات محجوزة بمرفق بيروت وبعدين وجدت الآلية هذا بداخل المرفق. عم تحكي نحن عم نحكي بخارج المرفق، يعني نحن عم نحكي بوصول الباخرة على مرفق بيروت. في إشكالية كتير كبيرة إذا فجأة صار في حصار إنه هالباخرة تدل موجودة داخل المرفق والخطورة اللي عليها، وإضافة إلى ما تقدر تفوت على مرفق بيروت ودل موجودة بالبحر، بالتالي هذا البقر كله حيروح للتلف والكب بالبحر. يعني نحن عم نحكي عن إنه اللحمة ممكن يعني تستمر، لا يعني عدم انقطاع باللحوم لمدة 4 أشهر، ما في خطر على ما في طالما في استيراد. لو اليوم الاستيراد أقل بحوالي 70-80% من قبل الحرب، بس أنتوا كنتوا عم تطالبوا قبل إنه ما يكون في استيراد هالقد؟ لا نحن ما ولا مرة طالبنا، نحن كنا عم نقول إنه نحن اليوم كنا عم نوجه إنه يكون في تنظيم للقطاع. نعم. اللحوم المبردة والمثلجة مع اللحوم الحية اللي عم يخلطوها هلا، يعني فالت السوق في خلط اللحم الهندي مع اللحم الأوروبي وبيبيعوه على أنه الحقيقة قبل الحرب كان في مجهود جبار وفي تجاوب كتير من المراقبي وزارة الاقتصاد للمراقبة، بس اليوم مثل ما تفضلت بالوضع الحالي المراقبين من يعني كل واحد بمطرح ما، خصوصا إذا بدنا نحكي عن الجنوب والبقاء. ايه بس اليوم ما عنا يعني من مصالح اليوم وزارة الاقتصاد، المصالح الاقتصادية عم بتسطر محاضر ضبط ومنهم بالجنوب. هذا شغل ممتاز جدا بظل هالأزمة اللي نحن موجودين فيها، هذا شغل ممتاز. دائما لازم نحن نثني على الشيء والعمل الجبار اللي عم بيصير خصوصا بهذه الظروف، بس لأنه هلأ بالحروب بتكتر كتير التفلت بالأسعار، بيكتر كتير الغش، ونحن كقطاع من هالقطاعات أكيد اليوم فلتين الموضوع. يعني طب كيف عم بيتم عمليات الغش باللحوم وهل بمقدار المواطن اكتشافها؟ هلا نحن حكينا عند حضرتك عدة مرات بالآلية للاكتشاف وهي آلية بدائية جدا، ولكن هلا في كثره كتير اليوم بظل الفلتان الموجود حيكون في يعني في جرأة أكتر بالخلط بخلط اللحوم، وحيكون في أمراض عنا أكتر جايين عليها، وفي عنا إضافة اللي كنا عم نحكي عليه قبل بلحم المثلج مع اللحم الطازة. اليوم في وصلنا خبر نحن أنه في كتير لحوم خالصة مدتها موجودة على داخل الأراضي اللبنانية وعم تنبيع بأسعار زهيدة. اليوم إذا بدك المزبوط في خطر كتير كبير، خصوصا لأنه في جمعيات كتير عم بتقوم بدور إيجابي جدا بموضوع النازحين، وهذا الشيء بكرة يعني القيام بعملية عرض أسعار يعني زهيدة للجمعيات على أساس أنه هو عملية تبرع وعملية مساعدة بالهذا، بس هي واقع عم بتكون عملية غش وعملية إضرار. كيف عم بيصير الغش؟ عم بيتم خلط اللحم الأوروبي باللحم الهندي وبيعه على أنه لحم شو؟ طازة. طازة. نعم. ما بتسود اللحمه ولا بيحطوا لها شيء معها؟ لا هي بتيجي من برا فاكيوم او بتيجي مثلجه، بمجرد ما فتحها بترجع للون الطبيعي. نعم. ما بالعكس، ما هذا الموضوع اللون ليس معيار ابدا لموضوع الخلط، يعني هذا موضوع المواطن اللبناني مستحيل بجزء كبير انه يقدر يكتشف هذا الموضوع الا بحاله مثل ما ذكرنا قبل اصراره على اخذ اللحم من الذبيحه مباشره، لانه اللحم المثلج والمبرد ما بيجي على شكل ذبيحه. طب كلنا بنشوف يعني بالمحلات برا بالسوبر ماركت بالخارج ببعض البلدان بيكتبوا باللحمه بغلفوها وتاريخ الصنع، وهذا اللي عم نطلبه نحن. نعم. هذا اللي عم نطلبه نحن اليوم، ما بدنا اللحم المثلج ما يفوت على لبنان ولا اللحم الهندي حتى ما يفوت على لبنان، ما خصنا بهذا الموضوع. نحن ما لنا متجهين بمنافسة تجارية معهم، نحن هدفنا
انه مثل اوروبا اليوم بتركيا باوروبا باي مطرح بلد بيحترم حاله بتجي اللحم المثلجه بباكج معين، مجبر نقاط بيع اللحوم انها تارجي هذه اللحمه تاريخ انتاجها وتاريخ صلاحيتها ومن اي مصدر هي. نعم. هذا الموضوع مش موجود بلبنان ولا بمطرح الا باماكن محدده وقليله كثير، يعني بالسوبر ماركت الكبيره اللي بتحترم حالها. خلينا نستطلع وننزل على الارض نحن وياك مع ضيفتنا رئيسة مصلحة الاقتصاد والتجارة في الجنوب بالإنابة المهندسة ميساء حدرج. أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. ألو ميساء، عم تسمعينا؟ أي صباح الخير إليك للمستمعين. نحن اليوم عم نحكي عن اللحمة وعندنا ضيفنا أميس نقابة القصابين ومستوردي وتجار المواشي الحية ماجد عيد، عم بيقول في فلتين كتير ونحن بنعرف أنه وزارة الاقتصاد والمصالح يعني اليوم عندها عم تسطر محاضر ضبط، شو واقع اللحمة بالسوبر ماركت وبالمحلات؟ هل من غش موجود؟ عنا طبعا محاضر ضبط بحق بعض الملاحم، ماذا عن الأسواق كلها؟ خصوصا بالجنوب عم نحكي معك. بس نحن أشدنا بجهود أشد بجهودكم. لا أشدنا بجهود. أكيد هيدا الموضوع هو منه شيء جديد على الأسواق، ونحن دايماً عم نلاقي هيك مخالفات من هيدا الأنواع. ونحن دايماً كنا نشدد ومنقول ومنرجع منقول لأصحاب الملاحم، نحن مش ضد أنه يبيعوا لحوم هندية مثلجة أو لحوم برازيلية مبردة، ولكن فقط بحق للمستهلك أنه يكون عنده علم هو شو عم يشتري، لأن في خطورة لأنه يشتري لحم مدوب وما يستهلكه بنفس النهار ويرجع هو يتلجه بقلب البيت، فهيك بتتكاثر البكتيريا وبصير عرضة للتسمم. فللأسف نحن بعدنا عم نفوت على ملاحم وعم نشوفهم عم نضبطهم عم يبيعوا لحم مثلج على أساس أنه هو طازج. عم بتكون هيدي اللحوم صالحة من ناحية التاريخ الصلاحية ومن ناحية تاريخ التخزين، ولكن ما عم يعلموا المستهلك. يعني أوقات المستهلكين بيركضوا وراء الملاحم اللي هي بتكون حاطة سعر الكيلو ب 500,000 أو 600,000، بفكروا أنه هو الطازة بهك سعر، ولكن لا. يعني نحن بدنا دائما ننبه المستهلكين ونوعيهم، مجرد ما يكون بهيدا السعر هو أكيد لحم يا أما مبرد أو لأما مثلج، وله شروط بالاستهلاك وبطريقة التخزين. إيه بس اليوم نحن عطول متوجه للمستهلكين، يعني ليش اليوم لا تلتزم السوبر ماركت والمحلات بتخلفة اللحوم بوضع تاريخ يعني اليوم صلاحية، يعني ويكون في نوع اللحوم إذا طازة أو غير طازة، يعني كمان إذا مدوبة أو غير مدوبة؟ ما بحق لهم أساسا يبيعوا لحم مدوبة على أساس أنه هي طازة بتكون متلجة 100%. هلأ أنا حكيتك أول شيء بشق الملاحم، من ناحية السوبر ماركت في قرار واضح من قبل الوزارة أنه أساسا ممنوع ينباع شيء فلت، وممنوع ينباع يعني حتى إذا ما نشوف لحم مفروم ممنوع ينباع لحم المفروم إلا بده ينفرم قدام الزبون. الزبون هو بنقي لحمته إن كانت مثلجي أو إن كانت طازة ويتم فرمه قدامه للزبون. ممنوع يكون في مقطعات بشكل مسبق. نعم. وإلا كله بده يكون موضب. إيه بس هيدا المشاهد مش عم نشوفها. على الوزن الصافي وعلى تاريخ الإنتاج والانتهاء. هلأ نحن إذا بتحكيني عندي بمحافظة الجنوب كل السوبر ماركت اللي عندي أنا ملتزمين بهيدا القرار إنه الفرم قدام الزبون، اللحوم مفروض تكون هي موضبة وعليها جميع الدلالات يلي بحاجة للمستهلك إنه يعرفها، من تاريخ، من وزن، من طريقة حفظ كمان داخل البرادات أو الثلاجة. على كل حال يعطيكم ألف عافية. بس اليوم في محاضر ضبط، شو مصيره؟ عم يتحرك القضاء؟ في شيء حدا توقف؟ يعني ما بنشوف عن جد. وزارة الاقتصاد يعطيكم ألف عافية، عم بتسطروا محاضر ضبط، بس شو قيمتها هلأ اليوم ميساء؟ نعم. هلأ نحن حاليا أكيد موجودين بالأسواق وعم نراقب بالرغم من كل الظروف الأمنية، يعني مثل ما دايما بنوعد الناس إنه نحن بنوقف حدهم، حتى يعني داخل الجنوب لنكون صريحين نحن بطل عندنا غير مدينة صيدا ومحيطة لنقدر نتحرك فيها. صحيح. بطريقة آمنة. ولكن يعني بظرف ثلاث أيام سطرنا حوالي 7 محاضر ضبط، إن كان من ملاحم أو أفران ما عم تلتزم بالأوزان أو عينات شاورما عم بتكون غير مطابقة أو حتى مولدات يعني ما عم يكونوا ملتزمين بالتسعيرة. نحن موجودين وعم نسطر محاضر ضبط، هيدي المحاضر ما عم نتأخر فيها لحتى نحولها على لا. القضاء، وهون ساعتها بيرجع دور القضاء بالبث بالمحضر بأسرع وقت ممكن وبعقوبة تكون رادعة
للتاجر لحتى ما يعيد هيدا المكلفة. نحن نتأمل هيدا الشيء. نعم نتأمل أكيد. وكمان في عدم التزام بالتسعيرة وبالأوزان، وعم تلاقوا هالشيء حتى بالخبز يعني. أكيد صراحة بلشنا بالأفران، يعني الأفران ما عم تلتزم بالوزن الرسمي يعني. وهلا نحن كمان بننبه الناس حتى هني كمان يكونوا معهم خبر، وزن الرقة يجب أن لا يقل عن 850 جرام، تباع داخل الفرن بسعر 65 ألف ليرة وبداخل السوبر ماركت ب 77 ألف ليرة. هيدا هو الوزن الرسمي وهيدا هو السعر الرسمي. أي سعر بيلاقوه أغلى من هيك نحن نتمنى أنهم يبلغونا لحتى نتحرك فورا. شكرا لك رئيسة مصلحة الاقتصاد والتجارة بالجنوب الإنابي المهندسة ميساء حضروشي. يعني اليوم شو تعليقك، شو بدك تقول مجتهد؟ بدي أقول أنه نحن اليوم القضاء أصلا ملفات عنده متخمة، يعني اليوم جوارير القضاء الله يعينهم جواريرهم مليانة بالملفات. يعني في منهم الله يعينهم في منهم ما عم بيعملوا جواريرهم لا أكيد أكيد، بس نحن بدنا نحكي بشغلة موضوعية. اليوم اللي تفضلت فيه الرئيسة ميسا ايه مزبوط، اليوم نحن ليش ما بيصير يعني بينعطى سلطة استثنائية اليوم لمراقبي وزارة الاقتصاد بالتسكير؟ ليش كله بده يروح ريفرنس للقضاء؟ هيدي طلبة وزير الاقتصاد بإحدى الجلسات لمجلس الوزراء. نعم يعني وطبعا هي بدها قانون، بدها قانون صحيح بدها بس يعني انا مشروع القانون ليش بياكل معنا هالوقت؟ يعني بدها قانون بمجلس النواب وطلب انه تتخذ الاجراءات الفوريه مباشره ومن دون ما نرجع للقضاء. اليوم بدها قانون ونحن هلا مسكر مجلس النواب اليوم بس اليوم. بدنا نطالب وينين بيقولوا لنا مسكر. هذه صراحه هذا الاشكاليه نحن بدنا نعالجها لقدام للبلد. اليوم هالقصص من على جلال قدام البلد ما شاء الله. البلد ما في يستمر بالطريقة اللي كان مشغل فيها بالسابق، وما فيكم تستمروا يا فاسدين ضلوا تبيعونا لحمة مغشوشة على أساس أنه هي بتكون مدوبة وطازة بتقولولنا، أو مخلوطة باللحم الهندي واللحم الأوروبي وبتبيعونا على أنه لحمة لبنانية. لا ما فيكم، يعني على الأقل بزمن الحرب يكون في ضمير موجود. صحيح هذا نحن اللي طالبينه، لا طالبين أكتر ولا طالبين أقل. وبعدين أنا بدي أتوجه للبلديات الموجودة الكائنة مش الفارطة، إنه معليش في كمان الأمان الصحي الأمن الغذائي هو من ينزلوا على الأرض من صلب عمل البلديات. تعرف شو في عندها يعني اليوم يتفضلوا يساندوا الدولة. أنا بدي أشرك أمين سر نقابة القصابين ومستوردي وتجار المواشي الحية ماجد عيد قبل ما يصير عنا بلد. أنا بدي أتشكر كتير، بتشكر منبرك نقطة على السطر اللي هو دائما منبر بيحكي بوجع كل العالم، سواء كان وجع اقتصادي سواء كان وجع له علاقة بالأمن الغذائي. دائما صوتك مسموع بلبنان، احنا متشكرك دائما على متابعتك لهذا الموضوع. وهيدي صوت لبنان ونقطة على السطر. شكرا لك مجد عيد. أصدقائي المشاهدين والمستمعين اليوم يعني فاصل ونتابع عن الوجع الاقتصادي والمالي شو صار باجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي السنوي مع النائب فريد البستاني رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة النيابية، وأيضا الدكتور نيكولا شيخاني الخبير المالي والاقتصادي. فاصل قصير ونتابع.